كيف الحال؟ مشاهدينا اهلا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج كيف الحال. كذلك اليوم من خلاله غادي نتكلموا على وليداتنا على المدرسه، غادي نتكلموا بالضبط على الجو في البيت وشنو هي علاقته بالمردوديه المدرسيه ديال اطفالنا وديال وليداتنا. طبعا موضوع غادي نتكلموا فيه مع دكتور عبد الهادي القاسمي. صباح الخير دكتور. صباح النور، اهلا بك معنا في حلقه جديده من برنامج كيف الحال. واليوم غادي نتكلموا نزولا عند طلب العديد من المشاهدين اللي اتصلوا بنا على الجو ديال البيت كيفاش كيأثر على المردوديه المدرسه. يعني بعض المكالمات اللي تيقول لك ولدي ما تيقراش مزيان ولا بنتي عندها مشاكل في المدرسه وهذا، ومنين تيبقاو لان راك عرفتي عندنا مجيب الي الناس تيبقاو تيتكلموا تيبداو يحكيو لنا، تتقول لك يا اما عندي مشكل مع باباها يا اما الاب تيقول لك عندنا مشكل في الدار ديما الصداع ديما هذا. كيفاش ممكن الجو ديال الدار ياثر على المردوديه المدرسيه ديال وليداتنا؟ هو للاسف هذه المساله هذه ما كان وعاو بها حتى كيبداو بانوا لنا النتائج ديالها على الاطفال ديالنا. فملي كنلاحظوا بان واحد الطفل ولا كيرفض انه مثلا يقرا ولا كيرفض مثلا انه كيولي عنده كيبانوا فيه بعض الاعراض اللي هي ما كنفهموهاش، مثلا كيولي تري نيرفو، كيولي متعصب، كيولي مثلا كيقطع حوايجو، كيولي مثلا انه كيقطع الظفر ديالو، فما كنعرفوش علاش بالضبط حنا وقع هذا الشيء هذا. لكن الشيء الجميل وهو ان الحل بيد يدينا. نعم. علاش الحل بين يدينا؟ لان حنا السبب ديالو كاباء وكامهات داخل البيت. فإلا ما وفرناش للوليدات ديالنا واحد الجو اللي هو غادي يخليهم يكون عندهم مردود دراسي جيد. نعم. فالمردود الدراسي هو فقط، انا بكل صراحه زعما ما كنركزش على المردود الدراسي، لان المردود الدراسي فقط هو نتيجه لماذا؟ نتيجه لصحه نفسيه وذهنيه ديال هذاك التلميذ وديال هذاك الطفل داخل البيت. مجموعه من الاباء بالنسبه لهم هذاك يعني النتائج المدرسيه راه هي كل شيء، راه هي حياه الطفل. يعني بحال من خلاله تيحاولوا يعطيو واحد المدركه على الشخصيه ديال الطفل، على بناء وعلى كيفاش غادي يكون ربما في المستقبل ديالو. شوف، احنا في الحياه كنقراو كنتعلموا، والعلم والتعلم ماشي فقط خاص غير بالمدرسه، بالعكس راه حنا كنلقاو مجموعه ديال التلاميذ اللي ربما هربوا من واحد الجو عائلي اللي هو مدمر وهربوا للدراسه وعطوا نتائج دراسيه عاليه جدا. ولكن شنو كسبنا؟ كسبنا واحد التلميذ اللي نجح في الدراسه ديالو ولكن الصحه النفسيه ديالو متدهوره. اذا ما بنيناش واحد، انا كنركز على مساله البناء لان بغينا واحد الجيل اللي غادي يهز على الاكتاف ديالو للطموحات ديال هذه الامه وديال هذا الشعب المغربي الرائع جدا. فاحنا دابا ملي كنتكلموا على ديك لومبيونس ولا الجو العائلي داخل البيت، فهو يبتدئ بعدا العلاقة بين الأب والأم. خصنا نعرفوا بأن القانون الأول في نظرك عزيزة شنو اللي كيطمئن هذاك التلميذ وكيخليه يمشي للمدرسة ويدير مردود جيد ويرجع؟ واش العلاقة بين الزوج والزوجة اللي هما والديه ولا لأن عنده أب وأم؟ يعني نقولوا بجوج انا في رايي لا، ولكن اهم شيء وهو خصو يكون متاكد بان الزوج والزوجه هي طيبه، بانهم كيحبوا بعضياتهم، راه كيتسقى من هذاك الحب ديال والديه. فكيولي كيشوف فيهم كزوج وكزوجه كيحبوا بعضياتهم، هذا كطمئنه، كيعرف راسه بانه راه هذا بيت امن، بيت ما فيهش صداع. هذا بالنسبه للاطفال اللي عندهم الحظ ان يكون عندهم اب وام، لان هناك اطفال اللي تحت مسؤوليات. نعم، حتى بالنسبه للناس اللي عندهم فقط اولياء امور اللي هما هما ما كيراعيوهم كخاله كعم كجده وجد كناس اللي هما خداو على كفيل او غيره. نعم، لكفاله الاطفال. فنعرفوا بان ملي كتكون واحد الجو اللي هو فيه لي كريتيك بزاف، فيه الانتقادات، يعني واحد كيبين بانه هو اللي عنده الصح والاخر هو اللي خطا، واحد كي دائما كينتقد الافعال ديال الاخر، فالاطفال خصنا نعرفوا خاصه قبل السن السادسه والسابعه كيكون عندهم ان روجيستر ايماجينير كنسميوه السجل الخيالي التخيلي. نعم. اللي كيفرض عليه بان راه الصوره ديال الاب ديالو الصوره ديال الام ديالو هي صور مثاليه. نعم. فملي كتجي الام وكتبدا كتخدش في ديك الصوره ديال الاب فهو ما كيفهمش، كيقول لك انا الاب ديالي هو المعيار الاكبر ديالي. نعم. علاش هذه كتسبه؟ ما في داخل النفس ديالو
كتولي عنده واحد كلمه صعيبه كتسبو من طبيعه الحال كيكون سب وكيكون هذه حاله شاده يعني هذه يعني ماشي لا انطلاقا من العمل اليومي ديالي فكنتلقاو عده حالات للاطفال يعانون ربما السب بالنسبه لنا حنا هو الكلمات النابيه فالسب هو كذلك ملي كنقول لواحد الام ولا واحد الاب الام كتقول للاب بانك ما عرفتيش دير هذه وبانك كان عليك دير داك الشيء اللي قلت لك انا هذا كذلك راه كيتسمى عدم الاحترام وكيدخل في اطار لان عنده نفس لافي عنده نفس المفعول على هذاك الطفل لانك يعني كتشوه ليه في الاخر اللي هو كيحبو وعنده بطبيعه الحال اذا فإلا مرينا من هذا الجانب هذا ديال العلاقه بين الاب والام كنشوفوا بان من بين الاشياء اللي كيخصنا نوفروها داخل البيت باش تكون عندي واحد الجو ديال 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 المردوديه الدراسه وهي مراعاه الحاجيات ديال هذاك الطفل عنده عده حاجيات من بين الحاجيات خصنا نحميوه من نفسه لان الاطفال ديالنا ملي كيكونوا باقيين صغار 6 سنوات 7 سنوات 8 سنوات رغم انهم كيبغيو يديروا بزاف الحوايج رغم اننا كنتكلموا كنقولوا الفوتو لي غير خص يكون واحد المساعده ولكن اتونسيون ما نخليهمش يقوموا باشياء اللي هي ربما غترجع عليهم هما بالضرر مثلا ملي ما كيبغيش مثلا واحد الوليد انه ينعس مثلا في واحد الوقت اللي هو معين علاش انا غادي يعني ندير معاه ديك لا توليرونس هذيك بحال نقولوا نيغوسياسيون لا غادي نسمح ليه غادي يكون واحد غادي تكون واحد المرونه باش انني نقبل انه مثلا يتاخر واحد النهار في النوم ولكن نوضع في الذهن ديالي بان هذيك راه فقط مرونه راه ماشي هي الاصل وماشي هي القانون اللي خصو يمشي عليه وانا هكذا كنحميه من نفسه لانه واحد النهار غادي يكبر وغادي يلقى راسو بانه ربما عنده مشاكل في النوم غادي يقول لك انا ملي كنت صغيره بابا ولا انا ملي كنت صغيره ماما ما علمتينيش كيفاش انني نعس مزيان من بين الاشياء كذلك اللي كيخصنا نراعيوها للطفل هذاك الهدوء داخل البيت شنو كنقصد بالهدوء كنقصد به حتى توفير الاوقات اللي غادي نشعل فيها التلفاز الاوقات اللي غادي نستقبل فيها الناس شويه ديال الراحه ما يكونش يعني دائما الضوضاء والصخب كاينين بعض العائلات اللي كيحبوا هذا شيء جميل انني نكون سوسيال ونكون كاجتماعي ولكن كيعشقوا استقبال الناس لدرجه انهم ما كيبقاوش يفكروا في وليداتهم الا بغاو ينعسوا الا بغاو يقراوا الا بغاو يهيئوا الا بغاو يرتاحوا ما كنبقاوش نفكروا في هذا الجانب هذا وهذه طبعا دائما مع مراعاه ظروف العائلات لان كاين الاشياء اللي كتكون خارجه على الاراده ديال الناس غير هي غادي ناخذ معك افكار اخرى اذا سمحتي سي عبد الهادي من بعد ما ناخذوا مكالمه الان عند السيده نوفيسه اللي كتصل بنا مدينه الدار البيضاء الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله نوفيسه مرحبا بك بارك الله فيك ميرسي بوكو تفضلي بالسؤال ديالك للدكتور عبد الهادي قاسمي نفس داكشي اللي سايهضر عليه هو اللي سمعني منه انايا نفس الشيء كله اللي قال ياك والله يعني حكي لنا كيفاش نوفروا ليا انا عندي بنيه عندها 8 سنين نعم هي بحالها بحال الاطفال تتلعب تتجري اكتيف بزاف ولكن المشكل عندي هو الدراسه ديالها ما تتبغيش تقرا ليا نهائيا. نعم النتائج ديالها هي اللي كتخليك ما تتبغيش تقرا ولا ما كتخدمش في الدار؟ لا ما تتبغيش في الدار ما تتبغيش غير نقول لها قري بحال اللي قلت لها نصاحبي. واخا لا واش عندها خوتها؟ نو هي المشكله الا وحيداتي. هي وحيده. وملي كتبغي ملي كتقولي لها سيري تقراي كتصيفطيها تقرا بوحدها كتقول لها سيري جلسي تقراي. وشنو كتجلسي معاها كاين شي حد اللي كيونسها تنجلس معاها وكل شيء ولكن مع ذلك ما تتبغيش تقرا ليا سي تنقول لها غير قراي تتولي وحده اخرى واخا وكي دايرين بالنسبه للنتائج ديالها الدراسيه نو ما كاينش ما جاب 6 يعني ماشي معدل كاع يعني هي في البريفي ماشي معدل كاع نعم وحاولتي انك تشوفي لها اساتذه مثلا اللي ربما يدعموها ربما ما كتفهمش وي درت ليها استاذه جزائريه منزله استاذ ولكن مع ذلك ما عطاتنيش النتيجه المتوخاه نهائيا واشنو قال عليها هذاك الاستاذ؟ ما والو يعني كنظن بان ما زاد عليها والو مادام درت 6 شهور وجابت لي 6 ثاني يعني راه ما دار والو لا شنو قالوا لك الاساتذه؟ شنو تيقولوا لك عليها في المدرسه؟ السبب علاش انها ربما واخا انهم خدموا معاها وحاولوا يساعدوها فما هي انا تبان لي انها عايده حتى في القيصه تقول لها استاذه نبغي نقرا ما تبغيش تقرا ليا ما تبغيش تقرا ليا نهائيا لما بغات تخرج ما تخرجش ولو تسلخها ولو دير لي كل شيء جميع الوسائل تستعمل معها ما تخرجش واخا الاب ديالها كاين معكم في الدار؟ وي كاينه واش الدور ديالو بالنسبه لها هي؟ ما كاينش لان هو في النهار كامل خدام يعني غير معاه غير انايا النهار كامل تنظر الله انا صافي نعم الوغ غادي نرجع للموضوع اذا سمحتي لنا نوفيسه على الجو حنا الموضوع ديالنا ديال اليوم هو الجو في الدار كيداير الاجواء عندكم في البيت يعني واش كاين صداع كاين صخب كاين شويه مشحونه شويه ياك الجو مشحون ما بينك انت والزوج ديالك وي نعم
يعني الاقل حاجه غير عليها هي نيت تنوضوا غير عليها هي يعني تنقول انا غادي تقراي تيقول لي لا ولا هو تيقول انا غادي تقراي ويعني ما تنفهموش ب... نعم. يعني كتخاصمو قدامها هي تتسال وي هذا هو المشكل. والبارح جرى واحد النقاش هكا حد قالت لي نقول لكم سكتوا غير حبس تمام. نعم واخا لا حق لاختي اعاني اعاني جدا من هذه البنيه اصلا ملي ما كرهتش انا عالجوني معاكم ليت راه جوستومون دابا هادشي اللي غادي يقول لك السي عبد الهادي انا متاكده غادي فوالا كيخص العلاج يبدا منك انت والاب ديالها. تنشكرك بزاف على نوفيسا خليك معنا باش تشوفي ربما الراي ديال السي عبد الهادي القاسمي ونتمنى نعطيوك افكار هكذا اللي تقدر تساعدك في التربيه ديال الابنه ديالك. كذلك مشاهدينا كل الاسئله ديالكم او ربما هناك حالات اللي من نفس القبيل فيمكن لكم كذلك تصلوا بنا على الرقم 05 22 34 62 34. السي عبد الهادي شنو ظهر لك في هذه الحاله؟ كنا كنتكلموا عليها يعني ان ملي الاطفال شوف خصنا نعرفوا واحد المساله. الاطفال اما كيتاخذوا الموقف ديال القوي جدا يعني ان ملي كيكون الاب والام كيكون بيناتهم مثلا واحد العلاقه اللي مشحونه مكهربة فكيشوفوا دائما الحلقه الاقوى. اذا كان الاب مثلا هو اللي كيهيمن هو اللي يسيطر نعم كيحاولوا ما امكن انهم كياخذوا الصفه ديالو كيحاولوا ما امكن انهم يعني كيشوفوا بانه كيحصل على عده امتيازات وبالتالي فهما تاهما كيبغوا يحصلوا على ذوك الامتيازات. كاين الحل الثاني اللي كيستعملوه الاطفال كذلك فملي كيشوفوا بانه كاين هناك واحد الخلاف بين الاثنين فهما كيدخلوا دائما من الاماكن اللي فيها فراغ فيها فجوه يعني انهم كيستغلوا هذاك الفتره ديال الخلافات بين الاب والام باش انهم كيوليو عندهم نزوات كيوليو عندهم دي كابريس كيوليو عندهم شي شويه ديال الفشوش الى غير ذلك. ادمان ايضا على الانترنت على الانترنت على غيره فين غادي يهربوا ينساو غير هي اللي انا كنصح به يعني ان ملي كنوقفوا على اشياء اللي هي من هذا القبيل يعني ان الوليدات ديالنا ما بقاوش باغيين يقراو ملي كنقول لهم خصكم تنتبهوا راه وقت الدراسه هذه واش غتبقى غير تلعب واش هذا كنلاحظوا بانهم ما كيردوش لينا البال. نعم شنو الحل مثلا بالنسبه للحاله ديال السيده نوفيسه وحالات المشابهه لها شنو الحل؟ هنا اول حاجه خصهم يصلحوا العلاقه بيناتهم راه ما يمكنش ان نلقاو واحد الحل بدون المرور من اصلاح العلاقه ذات البين بين الاب نعم. والام خصهم يتخلاو على ديك الانانيه ديالهم ديال انا اللي عندي الحق ولا الاخر هو اللي عنده الحق نعم. هذه الاولى. والمساله الثانيه يعني المرحله الثانيه فكيولي عندهم كلام موحد من طبيعه هذاك ولا كانت البنيه كبيره توجه لها مباشره الكلام. الا كانت كتقول لي مثلا وانت راكي مخاصمه مع بابا ولا راه بابا قال لي غنقول لها هذاك شغلي مع باباك هذاك راجلي بهذا اللفظ لان البنيوتات ملي كيعيشوا في اجواء الوليدات كاملين ملي كيعيشوا في اجواء مشحونه ومكهربه فكيولي عندهم واحد الوعي اللي هو بريكوس يعني يعني كبر من الوقت ديالو يعني كيوليو كيحسوا بالمسؤوليه ديالهم هما كيوليو كيحسوا لا كولبابيليتي ما يحسوش بها يعني بالذنب لا غادي يحس بها في واحد الوقت ولكن بما انها غتقهروا نفسانيا فغادي يولي يهرب منها وبالتالي غادي يولي يقلب على الصياغ اللي هو يكون فيها في واحد التوازن غادي يولي يخلق ليه التوازن ديالو لراسو ورفض الدراسه ورفض المراجعه والاستعداد للمدرسه فهو من بين الاشياء اللي لقاتها هذه البنيه باش تخلق لها واحد التوازن ديالها. فإذا كانت البنيه كتدخل من هذا الباب هذا باش انها تستغل فنوقفوها مباشره نقول لها هذاك الشيء شغلك انا وباباك راه حنا متفقين عليك غادي تقرا يا بنتي وثمانين سنوات راه مازالين في مرحله التربيه يعني انا مازال انني نوضع عليها يعني اوامر ونوضع عليها نواهي وعاد كاين الاشياء الاخرى اللي ربما نتحدثوا عليها في مره اخرى كيفاش كومون لونكوراجي كيفاش انني نشجعها لان التشجيع راه خصو يكون نفسي وذهني وفيزيك يعني باشياء ملموسه نجيب لها حويجه نعطيها لها هذا التحفيز التحفيز كيخصو يكون والتحفيز والتعزيز لان في المصطلح البيداغوجي كنسميوه التعزيز اكثر لان واحد السلوك بغيت انه يولي كثير وشائع كنعززوا بالتحفيز. تنشكرك بزاف سي عبد الهادي ربما هذه كانت بعض الحلول المواضيع هذه كلها نعاودوا نرجعوا لها مرات اخرى يعني بصياغ مختلفه. تنشكرك بزاف تنشكر كل المشاهدين. رقمنا الهاتفي مره اخرى هو 05 22 34 62 34. الى اللقاء.